متابعينا وحبايبنا في كل مكان، يا ريت كل واحد يسمع الفيديو ده ما ينساش يعمل لايك للفيديو وخليه ينتشر وغيرك يستفيد وغيرك يعرف الاسعار. ولو في متابع جديد اول مره شوفنا ما ينساش يشترك في القناه بالضغط على كلمه اشتراك اسفل الفيديو باللون الاحمر وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. ونتابع فيديو النهارده ونشوف الثوم ونشوف البصل. الفيديو ده طبعا يا جماعه زي ما شفتوا العنوان هو خاص بالبصل وبالثوم. طيب هنقول اسعار البصل وهنقول اسعار الثوم. طبعا البصل ربنا يعوض على المزارعين في سعره، فسعر البصل يا جماعة البصل اللي هو زرع المنيا الجديد من هو مش فيش منه ولا حاجة بصراحة، هو سعر كيلو جنيه وربع في الجملة، ربنا يعوض على الجميع. يعني ده زرع المنيا سعر كيلو زي ما قلنا جنيه وربع في الجملة. بصل زرع الأليوبية بيبدأ من 170 قرش إلى 175 قرش. في زرع طبعا على قديه بيطلع بجنيه وربع وبجنيه ونص، يعني زي ما انتوا عارفين الجماعة المزارعين طبعا عارفين الكلام ده، مش كل الزرع سعر واحد، الزرع طبعا بيختلف حسب جودة الزرع. والبصل طبعا سعره السنة دي ضعيف جدا، ربنا يعوضكم خير ان شاء الله السنة القادمة. التوم يا جماعة، التوم الابيض اللي هو من غير عرش من 8 الى 9 جنيه وفي بسبعة جنيه. في توم طبعا فصوص هتشوفوها في الصور اللي هتيجي، يعني توم متفصص ده سعر الكيلو بعشرة جنيه. طبعا التخزين، معلش دي حاجة طبعا كانت بعض المتابعين طلبوها مننا، التخزين بيتخزن في التلاجة، هو لونه بيتغير بيصفر، لكن طبعا طعمه بيقعد ثابت زي ما هو. في توم أحمر يا جماعة روس اللي هو من غير عرش 9 جنيه للكيلو. في توم اسكندراني ابيض ده اللي هو بعرشه بستة جنيه للكيلو. البصل الابيض يا جماعه بيبدا من 180 قرش الى 185 قرش. دي زي ما شفتوا يا جماعه دي كانت اسعار البصل واسعار التوم. وقلنا على تخزين التوم ان هو بيقعد في التلاجة وبالصفر لكن طعمه ما بيتغيرش. بعض المتابعين اللي بيتابعونا بيخزنوا التوم لما تلاقوش يعني منه ان هو طعمه بيقعد ثابت زي ما هو. شكرا ليكم، انتظروا كل جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.